ما هو دورك؟ شغال؟ الموصل أمينة ومستقرة. المرحلة اللي احنا فيها هي مرحلة الانتخابات، وضعت خطة لحماية كافة مراكز الانتخاب. اليوم عرس القوات المسلحة هو الاقتراع الخاص، وكما تشاهد نحن والمقاتلين للأبطال جئنا لنقترع هذا اليوم. هو يوم فرح لكل القوات المسلحة ولكل العراقيين. إن شاء الله الخطة تسير كما هي، مراكز الانتخابات مؤمنة، الحشد الشعبي البطل الذي شارك في عمليات التحرير والتطهير ماسك الأرض ومؤمن الأرض مع قوات المسلحة، النصر حاصل إن شاء الله، الانتخابات ستنجز. عملية انتخابية طيبة، وجهودكم وجهود الأبطال من قوات الأمنية، وهذا عرس انتخابي جميل عراقي. احنا جينا نغير للاحسن شويه، اكو وجوه ما نعرفها كنا، فهسه طلعت بالجديد، نريد نشوفها نجرب، احنا لازم نجرب. اكيد انت جاي تريد تغير. نعم 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 نعم، اريد تغيير، اريد خدمات، اي اريد اعمار، اريد ناس الفقره يمطونها، مو اكو ناس ما عندها، قاعده جوعانه ما عندها، حتى اكل ما عندها تاكل. ليش حرام؟ احنا بلد الخيرات، بلد نفط، احنا بلد غني. نشكركم على حضوركم هنا مركز الانتخابات وتواصلكم معنا من بداية العمليات لتحرير محافظة نينوى. طبعا احنا فرحانين اليوم. تكلمنا شوي عن العملية الانتخابية اليوم، انتخبت لو بعد؟ والله انتخبنا الحمد لله. احكي لنا عن العملية الانتخابية بهذا المركز. واتينا اليوم لغرض التصويت من اجل التغيير، من اجل محافظة نينوى واجل العراق، وان شاء الله التغيير قادم، ونبشر اهلنا في محافظه نينوى التغيير قادم. طبعا اليوم وطني، ومقاتلينا كلهم تهيئوا من الصبح، وطبعا طعب المفوضيه ما ننسى، يعني المفوضيه يعني مؤسسه كلش راقيه، تنظيمهم راقي، عملهم راقي، واليوم هو يوم الديمقراطيه، كل مقاتل لديه الحرية بالاختيار، الحرية بالتصويت من أجل وطنه. لا يوجد أي ضغوطات على قواتنا الأمنية ومنتسبين القوات بانتخاب مرشح أو لا يوجد أي ضغط ولا أي توجيه. أنت انتخبت، كملت عملية انتخابات؟ نعم كملت عملية. نعم زين، ايش قد طولت على ما وصلك السؤال؟ أنا ما طولت، يعني تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. 10 دقائق. زين، تعامل المفوضية شلون؟ كلش راقي، تعامل الموظفين مدربين ودا يستوعبون العملية ودا يمتصون الزخم الموجود بشكل صحيح، بشكل كلش راقي. هب اليوم منذ صباح الباكر أبطال قواتنا المسلحة من كافة الصنوف والمراتب وقوات البشمركة إلى مراكز الاقتراع الخاص، حيث هناك 32 مركز موزع على 82 محطة في عموم محافظة نينوى. نحن كمنظمات مجتمع مدني نقوم بعملية مراقبة الانتخابات، حيث لدينا 250 مراقب منتشرين في عموم محافظة نينوى كمركزين للاستشارات والبحوث. لم نلاحظ هناك أي تأخير في العمل، حيث كانت العملية تجري بسلاسة
الإقبال بدأ يصبح بشكل مكثف بعد الساعة 9 صباحا ولغاية هذه الساعة التي موجود فيها. هناك خرق واحد سجلنا كمراقبين لأحد المرشحين وتم التعامل معه من قبل القوات الأمنية، أما بقية العملية فتسير بشكل سلس، الأجهزة تعمل بشكل جيد. هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها حيث أنه الأجهزة حديثة ولا مجال للتزوير أو الاختراق.